لو كنت فاكرة إن الأطفال كلها بتنام وابنك بس اللي سهران تبقى غلطانة، لازم تبقي عارفة إن الأمهات كلها سهرانة مع العيال مش عارفة تنيمه. هقولك النهاردة إزاي تقدري تنيمي الطفل ده وتخلي نومه هادي ومنتظم. مهم أوي إن إحنا عشان ننيم الطفل نوم هادي ومنتظم إن إحنا نديله وجبات في وجبة العشاء تساعد بنسبة كبيرة إن الطفل ده ينام كويس. هقولك في الفيديو على 5 أطعمة لو انتظمت عليهم أو اديتي منهم للطفل في العشاء نومه هيبقى كويس وهينام فترة طويلة منتظم وما يقعدش يقلق كل شوية. هقول لك عليهم يفيدوا الطفل في ايه وتقدري تستخدميهم من عمر قد ايه. اول حاجة هنصحك بيها الشوفان. الشوفان بيفيد الطفل في حاجات كتير. اول حاجة بيبقى فيه نسبة عالية من الالياف وبيدي للطفل احساس الشبع. الطفل بينام شبعان ما بيقعدش يقلق كل شوية. والالياف الكتير اللي فيه ديت بتخلي الشوفان سهل الهضم عند الطفل. غير ان الشوفان كمان بيكون فيه ميلاتونين. الميلاتونين ده هرمون النمو اللي بيساعد على الاسترخاء وبيساعد على تحسين دورة النوم عند الطفل. الشوفان من الحاجات الهايلة قوي لو اديتيها للطفل في العشاء هتفرق معاه كتير وهينام كويس. الصنف التاني اللي هقولك عليه الموز. الموز دوت من الفواكه اللي بيكون فيها نسبة مغنيسيوم بنسبة عالية. المغنيسيوم ده بيساعد على إرخاء العضلات والشعور بالراحة. المغنيسيوم ده كمان بيبقى فيه سيروتونين، والسيروتونين ده اللي بيخلي الطفل دايما مبسوط، حتى بيسموه فاكهة السعادة. بيبقى الطفل اللي بياكل موز بيبقى مبسوط كده ومزاجه حلو. غير بقى ان احنا ممكن نحط الشوفان على الموز كوجبه عشاء اتكلمنا عنها قبل كده كتير، بتفيد الطفل في الحاجتين دول، بتدي له احساس الشبع وبتخليه نايم كويس، وبيبقى فيها الميلاتونين وفيها المغنيسيوم اللي موجود في الموز. فوجبه الشوفان بالموز لو عملناهم مع بعض بتبقى وجبه هايله قوي ان الطفل ينام نوم هادي ومتصل. الصنف الثالث اللي هنتكلم عنه البطاطس المهروسه. البطاطس المهروسه من الحاجات الهايله اللي بتدي الطفل احساس الشبع، بتخلي الطفل شبعان، بتكون سهلة الهضم فبرضه بتديله إحساس الراحة وهو نايم. غير إن بيكون فيها فيتامينات ومعادن كتير بتساعد الطفل على النوم. الشوفان والموز والبطاطس المهروسة ينفع نديها للطفل من عمر 6 شهور وينفع نحط الحاجات دي على بعض. البطاطس المهروسة كمان ممكن نحط عليها لبن حليب لو الطفل أكبر من سنة، أو ممكن نحط عليها شوية من حليب الرضاعة الطبيعية أو الحليب الصناعي بتاع الطفل. لو عملنا الكلام ده الطفل برضه هينام نوم هادي ومتصل. الصنف الرابع اللي هنتكلم عليه اللبن الحليب. اللبن الحليب من الحاجات الهايله اللي بتخلي الطفل ينام كويس. بيبقى فيه نسبه عاليه من الكالسيوم وفيه تريبتوفان، الحاجات دي بتساعد الطفل على الاسترخاء. كوبايه متوسطه كده من اللبن الحليب الدافي لو اديناه للطفل بالليل هيبدا الطفل ده ينام كويس، بس بندي لبن الحليب للطفل الاكبر من سنه. ممكن نضيفه على الحاجات اللي قلنا عليها، ممكن نعمل له وجبه شوفان بالموز ونحط عليها حليب، ممكن ندي له بطاطس مهروسه ونحط عليها حليب، ممكن ندي له موز بالحليب. اعملي كوكتيل للحاجات دي مع الطفل عشان الطفل ما يزهقش، هيبدا الطفل ينام مستريح. الصنف الاخير اللي هنتكلم عنه عسل النحل. عسل النحل الشائع عنه ان هو بيسهر الاطفال، لكن هو غير كده خالص. عسل النحل من الحاجات اللي ممكن تدي الطفل احساس الاسترخاء عشان الجلوكوز اللي موجود فيه. ممكن نحطه على اللبن الحليب وممكن نحطه على اي اكل الطفل بياخده. ال5 حاجات دول تحاولي تدي للطفل منهم يوميا او تشكلي حاجات على بعضها هيساعده بنسبه كبيره ان نوم الطفل ينتظم ويبقى نوم هادي باستمرار. مهم قوي برضو الطفل عشان ينام كويس حاولي ان انت تصحيه بدري. ما ينفعش الطفل يبقى صاحي مثلا الساعه 2 3 الظهر وتقولي له يا دكتور ما هو سهران طول الليل. مهم قوي ان انت تصحي الطفل بدري، واما تيجي ينام الظهر ينام مثلا ساعه ساعه ونص بالكتير. عملت الكلام ده يوم 2 3 نوم الطفل هينتظم. في الاخر بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير للفيديو، تشتركوا لنا في القناه، تعملوا لنا فولو للصفحه، ولو احتجتوا اي حاجة سيبوها في التعليقات تحت وقوليلي لو جربت الحاجات دي مع الطفل ساعدته في النوم ولا لا.